السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطمعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وقال ابن الجوزي رحمه الله: والمصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى اليهودي أو النصراني يرى أنه على الصواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع، وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظراً أول فرآه صواباً ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. فطلب الحق أيها الأفاضل والانقياد له نعمة من الله عز وجل، ولهذا أثنى الله على طائفة من أهل الكتاب بقوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال عنهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن الحق وقبوله والإذعان له، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والحق أيها الأفاضل، فطر الله العباد على قبوله. قال العلامة ابن تيمية: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. وقد قال معاذ رضي الله عنه: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. ومن الأسباب المعينة عليه الافتقار إلى الله واللجوء إليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. وقال ابن كثير: إن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق: كلكم يدعو في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال: فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. فالعبد أفقر ما يقول إلى إرشاد الله له وتثبيت قلبه على الإيمان. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو على الحق المستقيم. وكان إذا قام من الليل
يستفتح صلاته بدعاء عظيم، يقول في هذا الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يتوسل برب أعظم الملائكة جبريل الموكل بوحي السماء، وميكائيل الموكل بقطر السماء، وإسرافيل الموكل في النفخ بالصور لإحياء الناس بعد مماتهم، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان إذا خطب الناس قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهو على الحق المبين. فما بال الواحد يتبع جماعة تخالف الحق ثم يتوسل إلى الله بالليل والنهار: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك أنك على الحق. اسأل الله في الليل والنهار أن يبصرك بالحق وأن يهديك إليه وأن يثبتك عليه. وبين أيدينا قصة من قصص الحق والصدق في طلبه، قصة الصحابي الجليل سلمان الخير. قال الذهبي في السير: قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. قصة عجيبة رواها عنه جمع من الصحابة وألفت فيها المؤلفات، وأذكر رواية واحدة بإسناد حسن. قال الإمام أحمد في مسنده رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيب عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصفهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، أي كالوالي على القرية، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي وقدها لا يتركها تخبو ساعة، يعني من شدة اجتهاده في دينهم، وهم المجوس عباد النار، فكان يجتهد على نارهم أن لا تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، أي بستان عظيم. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، فقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، من شدة تعلق والده به لما غاب، قال: وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبتي
مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. ما دينه؟ مجوسية. قال: قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخافني، يعني خاف أن أهرب، فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم، أي أرسل لهم رسول، فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، أي أخبروني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، ورق فضة، جمع 7 قلال. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطه المساكين، ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. فقال سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، يعني لم أرى رجلا مؤمنا أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه، يصلي بالليل والنهار مع زهدي. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، فأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب، أي دفن، لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين بلدة، وهو فلان، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي.
فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه، أي من الصلاح والدين، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ما في أحد، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا من العرب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطيتموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي أو وصف لي صاحبي، أي رجوت أن تكون هذه المدينة، ولم يحق لي في نفسي، يعني ما تحققت من نفسي، ما زلت في شك. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه، أي اشتراني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. قال: ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي، يخرف النخل، أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة. من هم؟ الأنصار. والله إنهم الآن ليجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العروراء، وفي رواية الرعدة ينتفض، حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ ما تقول؟ أو ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، أي من التمر، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة،
فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، ما هي؟ أي أنه لا يأكل. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جئته، قباء كانت خارج المدينة، ثم جئته فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، كم بقي؟ واحدة. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، أي كاتب سيدك، أدفع عليك إليك كذا وتعتقني، كاتب يا سلمان. قال فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، يعني أحيي له 300 نخلة لابد تكون حية نابتة، وبأربعين أقية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم. قال فأعونوني بالنخل، الرجل 30 ودية أي فسيلة، والرجل 20، والرجل 15، والرجل 10، بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها، احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. قال فأديت النخل وبقي علي المال، كم؟ 40 أقية. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ ما تكون 3 4، كيف 40؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذه القصة أيها الأفاضل فيها عبر كثيرة، من أهم العبر عظم أثر الإيمان في قلب العبد، وأن الإنسان إذا ذاق طعم الإيمان وحلاوته ضحى بكل شيء. ومن فوائدها قبول الحق وإيثاره، ومن فوائدها فضل سلمان وصبره في طلب الحق والثبات عليه، فقد ضحى بأهله
وما كان فيه من النعيم من أجل الحق. وفيها سؤال أهل الحق عن أهل الاقتداء، يعني سلمان كان كل من أتاه وبقي عنده وحضره الموت يقول: إلى من توصي به وما تأمرني؟ فيوصيه ويدله على أهل الاقتداء والاهتداء. ومن فوائد هذه القصة غربة أهل الحق وقلتهم في بعض الأزمنة، لم يعرف على ما هم عليه إلا رجل بمكان فلان، والآخر يقول: لا أعرف على ما نحن عليه إلا رجل ببلدة كذا، فهم قلة. من فوائدها عدم الاغترار بشبهات أهل الباطل وتزيينهم لباطلهم. فسلمان لما عرض على والده دين النصرانية الحق في ذلك الزمان قال: إن ديننا خير منه وأحسن، دين آبائك وأجدادك. فزين له الباطل، فالمسلم لا يغتر. فسلمان قال: كلا والله. من فوائدها الرجوع للعلماء والصدور عنهم عند غربة الدين وأهله، وهذه ظاهرة في هذه القصة. أهل بلده دلوه على من كان بالشام، وأهل الشام دلوه على غيرهم من العلماء. من فوائدها معرفة أهل الكتاب الحق بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأوصافه. لا أعلم أحد على وجه الأرض على ما كنا عليه، ولكن قد أضلك زمان نبي، أوصافه لا تخفى. هذه الأوصاف قد ثبتت في كتب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقد قال الله عنهم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من فوائدها أن أهل الكتاب قبل بعثة نبينا مسلمين، وأما بعد بعثة نبينا فلا يقبل من أحد دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلى الناس أن لا يتكبروا على الحق، وأن يؤمنوا بالله ورسوله ونبيه الذي جاءهم بالبينات، فمن تبعه فاز في الدنيا والآخرة. وهذه القصة فيها تحمل المشاق والرق وغير ذلك في سبيل الوصول للحق والاقتداء بأهله. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الحق، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.